باعتباره هو بقى ايه متزحلق.
واليسار خالص والوسط. كنا بدأنا بقى نتكلم عن الجزء وانتهينا منه، ودايما انت بس لما النقد جاب سؤال يقول لك مثلا اشرح نظريه فلان او اكتب في احد الموضوعين نظريه الجزء مثلا في تفسير الظاهره النظاميه او نظريه بيكيو او نظريه فرويد. لازم تبقى عارف لما تنسى لو انت نسيت يعني ولقيت في نفسك اعتقد انها كل النظريه لها مفهوم ولها جوهر، فكره هو بيسمعها جاي بينطلق منها. لو انت اتخذت الفكره دي مش هتطبقها، مش هتدخلها في الوقت. واذا بقيت عارف ان لون مخ ده بيولوجي يبقى مش هتغلط فيه وتخلط بينه وبين فرويد مستحيل يعني. تمام؟ وكذلك ديتيريو برضه متباين. يبقى هيبقى عندك مضمون الفكره، وبعدين انت بتقيم هذه الفكره. وما تنساش لما تيجي تتكلم عن العيوب، ما تنساش ان قبل ما تتكلم عن العيوب تتكلم عن ايه؟ عن المزايا. ممكن تلاقيها ايه؟ سطرين كده. بس انت لما تيجي تكتبها تيجي تكتب لي المزايا كده لون تاني لو تقدر يعني. ومن اول الصف ان شاء الله يكون حبيبي في صف واحد يقول لي من المزايا هذه النظريه مثلا لو مرضوا لنا في المزايا النظريه ايه؟ رغم كل الانتقادات اللي انتقدنا بها من دول قلنا ان المزايا بتاعت من المزايا النظريه ايه؟ تركيزوا على الجانب العلمي بدل المظلم. ماشي ده اللي حصلناه ده. ها بس ده ايه الميزه بقى كده؟ تصرف المصريين كمان ايوه تعميم. هي دي بس ده تعميم ده يعني هو بعد ما كنا مهتمين بالجريمه هو يكفي ان هو الخدمه اللي اعتمدناها قال لنا يا جماعه احنا مهتمين بالجريمه بس تكفي المجرم ده في حد ذاته تحول نوعي في ايه؟ في الفكر اللي هو زي ما بتعرف اسباب الشيء لما تركز على شيء مجرد ما تحط مثلا هو النقطه 13 كده بدل ما اركز على الجريمه اعرف ايه الاسباب التي ادت الى انتشار جريمه القتل في المكان ده او في الزمن ده او في الوقت ده. تمام؟ يبقى انت لازم تتكلمني عن كل نظريه عارف مضمون النظريه وذائقه في تفسير هذا المضمون. تمام؟ وبعدين تفضل هذه النظريه المبادئ بتاعتها ايه والعيوب بتاعتها. احنا كنا اتكلمنا عن ديتيريو وكنا توقفنا على ما تذكر عن تفسير نظريه ديتيريو. ديتيريو كانت فكرته ايه؟ جوهر نظريته بسرعه كده ان هو بيؤمن بالعوامل البيولوجيه اللي هو اللي احنا بنسميه الاستعداد الداخلي، ان الشخص عنده استعداد داخلي ايه؟ للجريمه. بس قال ان هذا اللي بيخليه يختلف بقى عن الجروب ان هو قال لك ان هذا الاستعداد الداخلي لا يكفي وحده، مش كفايه في ذاته، لابد يكون هناك عوامل اخرى. وهو في دراسات اخرى دي في كتب اخرى صنف العوامل الخارجيه دي لنوعين. قال لك ان في نوع تقدر تسميه انه منشئ ونوع تقدر تسميه انه كاشف. اللي احنا مسمينها في الكتاب التفرقه اللي هو ميز بين نوعين من المجرمين، المجرم اصلي تكويني وممكن بالصدفة. هو سماهم تسميات أخرى في مؤلفات دي وقال لك إنها إيه؟ العوامل الخارجية ممكن نقسمها لنوعين، عوامل خارجية تكشف وعوامل خارجية إيه؟ تنشف. طبعا أنتوا عارفين الفرق الكبير دلوقتي، إيه الفرق بين الحالة الكاشفة والحالة المنشئة؟ زي الاحكام كده يقول لك ده حكم كاشف. ها
ولا حكم المنجي؟ الفرق بينهم ايه؟ طب حكم الكاشف للحقيقه يبقى الحقيقه موجوده ولكنها مخفيه. تمام. الحكم ده كاشف للحقيقه المخفيه. تمام. انت عندك اللحمه في الحلق، شيل الغطا وتشوف هي موجوده، لكن كونك ان انت بقى تحطها في الحلق او توجدها انت كده ايه؟ انشفت. يبقى انت انشفت الشيء من عدم، انشفت الشيء من عدم، او مجرد ان انت انشفت ايه عن الشيء. هو برضه قال لك العوامل الخارجية عامل خارجي. يستطيع ان هو بمجرد ما يتقي الشخص، الشخص يتقي الجامعه، بمجرد الظروف الخارجيه ما تتهيأ هو يتقي الجامعه. حتى لو كان نفس الظرف الخارجي ده لو جبناه لواحد تاني في نفس الظروف وفي نفس الوضع لا يتقي الجامعه عن خارجي. يؤدي لو جبناه شخصين، عرضنا شخصين لهذا العامل، واحد يرتكب الجريمة وواحد لا يرتكب الجريمة، رغم ان العامل ايه؟ ما اتغيرش، الشخص هو ايه؟ هو اللي اتغير. ايه المجلس ده الاثنين دول اللي ارتكب الجريمة ده عنده ايه بقى؟ استعداد ايه؟ اصلي. والعامل الخارجي ما هو الا ايه؟ كاشف. تمام؟ اما الشخص الاخر اللي تعرض لهذا الظرف ولم يرتكب الجريمة ده استعداده ايه؟ غير اصلي. العامل الخارجي لازم يكون قوي جدا عشان الشخص ده يرتكب الجريمة، وبناء عليه لا نستطيع الاعتماد على العامل الداخلي، على الاستعداد الداخلي لديه، ونقول ان الراجل ده عنده استعداد اجرامي. لا، هو عنده استعداد ولو بنسبه 10%، لكن 90% كانت تأثير من العامل الخارجي. يبقى قال لك ده يعتبر عامل خارجي ايه؟ منشئ. وده عامل الثاني، عامل خارجي ايه؟ كاشف. زي ما واحد بينتظره ان هو بينفذ بسرعه، تقول له كلمه اهو تسمع منه كلام وتنفذ منه. واحد ثاني طبعا هو ايه؟ هادي. عشان تنفذه يعني ايه؟ محتاج نص ساعة ولا ساعة. يبقى ده استعداد خطير، وده هو بتوع استعداد خطير، واستعداد ايه؟ واستعداد للمصادفة، أو استعداد نظام المصادفة اللي هو الشخص ايه؟ الذي لا يرتكب سلوك إجرامي إلا تحت تأثير عوامل خارجية ايه؟ قوية. دي كانت دورة واتكلمنا في وسائله للكشف عن الاستعداد الاجرامي، ان احنا نعرفه ازاي بقى؟ فتقول لي ده قصير ولا مش قصير، ده بالسلطه ولا مش عارف ايه؟ اعرف ازاي؟ هو حدد الوسائل بتاعته. قال لك ان انا افحصه داخليا، افحص اعضائه الداخليه، وافحص اعضائه الخارجيه. الخارجيه دي متاثر بيها برمبرز، هو مش قادر يتحفظه من ايه؟ من فكره الاستاذ. تمام؟ طبعا هذه النظريه فيها ميزه، حتى لو نقطه صغيره قد كده، هي ميزه او حاجه. ان هو بقى ايه؟ حد دخلني العوامل الخارجيه، وبعض الاحيان بيهتم جدا بالعوامل الخارجيه ويقول لك انها ايه؟ يمكن ان تكون ايه؟ منشئه. طب العيوب بقى؟ كان في عيبين في السلسلين. العيب الأول قال إن أنت وفقا لهذه النظرية لو فرعناها مش هنقدر نفسر السلوك الإجرامي في جميع الأحوال، لأن الإنسان في بعض الأحيان يرتكب الجريمة لأسباب تافهة، أسباب بسيطة تتناقض مع فكرة الاستعداد الداخلي أو الاستعداد المستقبلي للجرائم. يقول لي ده واحد عنده إيه؟ كان في استعداد داخلي وميل داخلي للجرائم. إذا بنسميه البرولو لابورنوتي كريمالي.
الميل الجرافي هو عنده ميول طبيعيه لايه الجرافي. طب لما يجي هنا يجي لك مولود وبعدين ما تخيلوش في الكليات هي جريمة صح؟ هي جريمة يعاق عليها كمان القانون تمام؟ أو واحد يتم متوفي من غير تصريح ده أو واحدة تبلغ سن ال 16 سنة وما تطلعش البطاقة الشخصية الأحكام الشخصية أنت عارف إن دي جريمة صح؟ خلي بالك ما تمشيش من غير بطاقة أو من غير إثبات شخصية ليه؟ ايوه بقى هي خطورتها ان انت ما تكونش كبير ان انت مأمور ضبط القضاء يستطيع تبرعا بعدم حمل لتحقيق شخصيه ان هو يعمل ايه؟ لا ولا حضر يا رب يعمل ايه بقى؟ لا ده لو كان في حق حق المرحله على الاطلاق يعني ما يبقاش ليه حق ان هو ايه يقتادك لكن لو ما معكش طاقه من حق ان يقتادك تمام وانت بقى يكون فيه انتقاد يا جماعه لما انت كنت نازل في عيني على ما كان ايوه بيظهر عليه زي ايه كده على ما في ناحيه الشعر لا لا كان معاه حاجه كده شخص مره اكبر شيء من شخص مرة واحدة شيء من جيبه طب ايه المشكلة؟ انت ماشي الناس كلها عمالة تسافر في المكان. حتى حتى يفهم ان الصحاب طب كده لا لا ماشي مفعول ده قضايا بيعمل مع بعضه او بيعمل بعض التصرفات دي قررنا ان ده رايح جاي في منطقة واحدة خليجة زي اللي هو ساكن احكام النوع ده ليه احكام ليه ولا ايه ولا شيء في الحالات دي إذا جرم إذا شاف إذا شاف مأمور الضبط القضائي فجرم اسمع بس منين بقول لحضرتك إذا جرم يعني هو شاف عربية شرطة مثلا مأمور الضبط القضائي فجرم فجرم محكمة النقطة اللي هي واحد ما بيحبش إبادة الشرطة أول ما لقاها جاي كده صح قال له أنت لابس بالك ده ده ضابط المباحث إيه تاني محكمة النقطة قالت لك إن هو في حكم إن الراجل زيد كان نايم على القهوة تمام ولما مأمور الضبط كاتب في المحضر بتاعه بيقول لك لما شافني تمام جه قايل من قبل ما يكمل الشاي بتاعه جه قايل في القهوة ماشي فأدبت في أمر قالت له لا يدعو إلى مين ده التصرف لا يدعو إلى مين ايه كمان طيب؟ ايه ايه شيء شيء؟ حمد الشيء او مثلا نصب شيء هو دلوقتي ان انت راجل في وضح النهار انت مثلا مثلا ممكن ايه؟ وانا نازل خلاص نزلت الموبايل نزلت المحفظه مش عارف ايه تمام؟ ده ممكن يحصل لك جدا انت ماشي في الشارع تمشي وبعدين تحط الجرس ايه مأمور الضبط قال لك ايه؟ عندما رأنا عندما رأنا التفت يومنا ما يسرع ووضع يدي في كتفه سيدوري والسيدين بتاعه ثم اخرجها ثم استدار ثم انصرف يعني معناها الراجل لما شافني بص كده يمين وشمال وبعدين حط ايده في وبعد بدل ما يكمل الطريق بيناير محكمة النقطة دي ده ليس مدعاه للشكوى الايه؟ هي قالت ايه؟ سيدته مامته هو من يضع نفسه طواعية من الحوار من حد ايه؟ الشكوى ليه؟ بس ومأمور الضبط القضائي هو الذي يتولى تقدير
الثالث تحت رقابة النيابة العامة ومحكمة الموضوع هو السلطة التقديرية لمقام ضبط القضاء تمام؟ بس بضوابط فما تجيش تقول لما شافني أصله لما شافني يعني كذا أو حط إيده في إيه أو لما حاجة طب ما لما حاجة كويس جدا روح خدها آه صح ولا لا؟ آه واحد لما حاجة روح خدها على فكرة مش عشان الراجل ماشي بيلم الناس قطعة مفتاحة تشوف فيها إيه؟ لقيت فيها مادة مخدرة بس أنا تلوث بناء على الامتحان الاختياري يبقى جدك محشرة زي ما بيقولوا صح؟ بس ما ينفعش إن أنت تروح تركض عليه قبل ما إيه؟ آه ونشوف الحاجة قبل ما نشوف الحاجة فهي بقى عليك إزاي إن أنت ما تعملوش إن مثلا أنت ماشي في مكان مقبول ليا هي تستطيع المامور ضبط القضاء دي لو ما كانش انت تحتاج ولا ولا تستنى تعمل الحرم من ايه في مكان مقبول ما انتش ماشي ايه بهدف الراجل سواق الراجل سواق اوبر ماشي في مكان مقبول بيمشي خطوتين بيمشي خطوتين على جنب الدنيا من حق ان هو ايه؟ يسأله بس لما يوقف يعني يقطع عليه ويفتح العربيه قام يجي يقول له يا استاذ انت فين ورايح فين؟ فاذا هو برر وازال اسباب الشك والغيبه الراجل بتاع العربيه قال له والله العربيه حطام ايدك زقها ايدك معاها بقى زقها خلاص بقى في مبرر ولا لا؟ انت كده ازلت اسباب الايه؟ الشك والايه؟ يبقى انا ما اقدرش بقى اقول لك ايه؟ طب ورينا انا بقى فاتح الشرطه ورينا في راسي وطلع. نعم؟ طيب نرجع لموضوعنا تاني. الجنائي كله مدخل على الله. سبعة من ولو حد كان في المحاضره عنده اي استفسار او اي سؤال في الجنائي سبعة من مش لازم يكون في الحرام يعني. يبقى ايه فانا انت كده الضريبه دي مش هتفسر لي سلوك الراجل ده اللي ما قالش انت عارفين الناس زمان في مصر كان يقعد ايه يقول لك ايه ما يسجلش الولد في الصحه غير بعد اسبوع او بعد 10 ايام صح ولا لا؟ واحيانا كان في ناس ما تسجلش خالص وفي ناس لحد دلوقتي في مصر ما تسجلش صح ولا لا؟ في ناس لحد دلوقتي ما بتسجلش من عوض الله يكتشف بس لما يجي يطلع الحج ولا حاجه انه من عوض مذكور فيروح يسلم نفسه ويعمل قصه كده ولذلك القانون مقننها لانه عارف انها موجوده هو ايه موقع التسليم وانت هتلاقي تسليم في فرنسا مثلا مفيش تسليم لانه مفيش واحد ما بيبلغش عن بلاد الطب بتاعي وهو غالبا بيتم تمام؟ فتغلبت الحكومة تغلبت على القصة دي وقالت خلاص نعمل حاجة اسمها في مكتب الصحة إن الدكتور يسنن الراجل أو الست ويديها وكان يطلع الغلطة بناء على هذا الكلام ويطلع الدكتور بناء على هذا الكلام. فجيت قال لك أنت نظريتك دي مش هتفسر لي كل السلوكيات دي عوامل خارجية تافهة بسيطة. فكان الرفض بعد انتظار الفيديو قال لك ما هو احنا لما الفيديو بيتكلم عن جريمه بيقصد ايه؟ الجرائم الطبيعيه. ليه؟ ايه هي الجرائم الطبيعيه؟ تمام؟ الجرائم اللي هي لا تختلف باختلاف لا المجتمع ولا الزمان. هناك جرائم اخرى بتكون ايه؟ من ابتداع المشاركة دي زي الاختلاف في العملة النقد الثاني قال لك برضو انه الانسان ممكن يتعرض للضغط يرتكب الجريمة ويكون الضغط الخارجي هو العامل
الوحيد الذي يتسبب في الاستفزاز بدون الحاجه الايه الاستفزاز. وضربونا مثال في الشخص الذي يدين زوجته وزوجته حالة تلفزه فيقتلها يوم تهلك. وطبعا ده مبرر ايه يعني حاجه على فكره مش مرتبطه بالشخصيه فقط او الشعوب العربيه في المجتمع والمجتمع يعني مش الناس المتدينين فقط لا ده عذر اقرره معظم الدول. بس ايه بتفاوت بقى تيجي فرنسا تقول لك لا ما يكفيش لا ما عنديش نص في قانون العقوبات خالص بيدي للراجل ده اي ميزه زي الفاني وجريمه قتل عمد. بس اديله مجال حاجات ثانيه يعني ايه في الجانب المدني والمحور الشخصي اديله بعض المزايا في مثلا لو مش عاملين سيباراسيون فينا لو مش يعني لو من قبل الفاتحين الزوج هو بيتحد في الذمه الماليه بتختلط الزوج بمجرد الزواج الذمه الماليه ايه؟ بتبقى واحده الديون واحده والحقوق واحده فلما يجوا ينفصلوا بيعملوا ايه؟ بنقسم بقى نقسم انت ونص وانا ونص تمام؟ ده بقى انت تبقى ناصح يعني لان في ناس ما بتحبش ده الاصل للقعده يا عم تعمل بقى اي حاجه اسمها سيباراسيون دينيال ان انت تفصل ما بين الذمه الماليه دي والذمه الماليه تقول لهم احنا ما احناش هما الاثنين انا مش واحد فلوسها لوحدها وانا فلوسي لوحدها تمام؟ فيجي هو بقى ايه يقول لك ايه لما نيجي نفصل بقى الحكايه دي يقول لك اه طب مين السبب في الطلاق؟ هو يقول يا هي انا كنت يبقى احنا والله بقى ايه؟ يديله بعض الحقوق التي كانت لا تجوز له على اساس ان ايه؟ ان هو المتضرر بسبب ان ايه؟ الطلاق انها سبب ايه؟ في الانفصال. المشارع الايطالي كان اقرب من المشارع الفرنسي ورغم ان الزنا ليس جريمه طبعا في القانون الفرنسي وله جريمه في القانون الايطالي ومع ذلك علمت ايه؟ قال لك لا ده انا اللي بيرتكب هذه الزوجه الذي يتعرض لهذا الضرب هدي له العقوبه في السجن مده لا تزيد عن 7 سنوات. يبقى نزلها اهوت من سجن الى من هو خد سجن مؤبد ليه ايه؟ لحد اقصى 7 سنوات. المشارع المصري ذهب الى ابعد من ذلك وفي قال لك ايه؟ لا ده بدل ما يعاقب بالنصوص المواد السابقه الماده 34 34 36 يعاقب بالحبس وخلاها ايه؟ كل تمام؟ يبقى ليه بنحكي في القصه دي؟ انه الناس اللي هم اللي بيعترضوا على نظريه ديفيديو قالوا لما يكون في ضرب حريق زي ده الزوج اللي اتعرض لمثل هذا الموقف هو ارتكب جريمة في جميع القوانين ارتكب جريمة وجميع الشرائع لكن الضرب كان ايه؟ كان قاسي جدا عليه ويكاد يكون بنسبة 100% هذا الضرب هو الذي أدى ليه؟ لارتكاب الجريمة. يبقى هنا عايزين يقولوا إن ما نقدرش نفسر هذه الجريمة بناء على ايه؟ الاستعداد للضرب. الراجل ممكن ما يكونش عنده أي استعداد للضرب. طبعا بعض مصادر هذا الفكر ردوا على هذا النقد وقال لك لا على فكره الكلام ده مش صحيح والدليل على كده هات زوجين وعرضوا لنفس الموقف او هات 10 وعرضوا لنفس الموقف هتلاقي مثلا 8 ارتكبوا جريمة فقط بس في 2 منهم تمام؟ يبقى الثمانية عندهم استعداد والاثنين ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش استعداد. دي بقى ترجعنا لفكرة ايه؟ الاستعداد الأصيلي والاستعداد الايه؟ العربي والاستعداد للنصوص. ده بالنسبة للنظرية لفيلو، بعد كده في نظرية تانية هنتكلم عليها.
خندان شرط خندان دي كتاب جميل جدا موجود في مكتبه بيشرح فيه مرضيته اسمه لاكنولوجي علم التجارة كتاب بتاع مؤلفه مترجم للغة الإنجليزية بعد كده بقى ايه نظريه ثانيه خالص مختلفه وهي نظريه مين؟ فرويد قلنا مختلفه ليه؟ لانها بتركز على حاجه ثانيه خالص اللي هو الايه؟ الاحتلال أول ما تيجي حاجات تانية
اللي عندك اللي انت بتخزن فيه الحاجة القريبة دي من السهل نجيبها ولا لا؟ واحد جرب كده يقول لك عايز مفتاح مش عارفه المفتاح ايه؟ يقول له اه ده انا كنت لسه مستخدمه امبارح. ثانية اه كنت بجيبه في اليوم. يقول لك انت ما عندكش مفتاح مش عارف ايه فرمتها المرة دي. يقول له انا عندي بس بقالي سنتين ما استخدمتوش مش عارف هو ايه. فتقعد بقى ايه يوم تدور عليه. نفس الشيء هو قال لك ان هناك مواقف يسهل استدعاء وهناك مواقف ايه؟ يصعب استدعاء. وقال لك اللي يسهل استدعاء هذه في منطقه سماها منطقه الايه؟ الشعور. واللي يصعب استدعاءها في منطقه الايه؟ اللاشعور. لما تكون حاجة حصلت لك النهارده أو امبارح أو الأسبوع اللي فات أنت فاكرها ولا مش فاكرها؟ أنت فاكرها. طب لما حاجة حصلت لك كنت طفل صغير؟ بس قال لك هي ما انتهتش على فكرة، هي موجودة لا سيما لو كانت تجربة سيئة، ولو كانت سيئة جدا تنقلب إلى إيه؟ إلى عقدة. تكون إيه؟ عقدة لدى الإنسان. يقول لك ده عنده إيه؟ ده الإنسان معاه. أما إذا كان لم تصل إلى مرحلة العقدة فهي موجودة لكن استدعاءها محتاج شغل جانب. فتعمل إيه بقى أنت حضرتك في الكتب الأحوال النفسية؟ والدكتور فكاش يقول لك إيه؟ المصريين كلهم إيه؟ مرضى نفسيين كلنا ما شاء الله يعني كل ما نفضل ضربات مع إن إحنا ما بنعترفش بالطبيب النفسي. تيجي أنت بقى تروح للطبيب النفسي ويقعد معاك بقى يقول لك ايه؟ بيتفرج على الشيزلونج ويقعد يقول لك فيه. فانت بقى وانت ضارب تقول انا راجل ما بكونش صحيح. اجي للراجل ده وادفع له في الساعه كذا عشان اقعد احكي له استفدت انا ايه بقى؟ لان هو فعلا ما كانش ممكن. يقول لك بقى ما بقاش ايه اللي انا ضارب وماما كانت بتقول لك ايه؟ هو بيعمل ايه؟ يستدعي. ما انت مش مسؤولك تستدعي، ما تعرفش انت تستدعي كتير مرات. هو بيحاول بقى ايه؟ بيغوص في داخلك عشان ايه؟ يجيبها يتحرك من مكانها ويطلعها. يصل ليها، يعرف هي ايه؟ يشتغل عليها، يكلمك فيها، فكل ما يكلمك فيها كل ما المشكله ايه؟ كل ما العقده ايه؟ تتحلل. هو ده كتب الراجل جوي. صرف النظر بقى عن ان هو افادنا ايه؟ طب احنا ناخد منه ايه بقى في علم الجدار؟ على فكره في المعلومه ايضا نفس الشيء في المعلومه. انت تيجي تذاكر الحاجه مره. في واحد منك ذاكرها مرتين، واحد ذاكرها 10 مرات، وخلي بالك في ناس مفتريه بتذاكر اكثر من كده. لان بس ما بيقولوش غير بعد ما تخلص الصف خالص يعني. يبقى كان يذاكر معاك ويقول لك انا راجعت مرتين، بس هو ايه؟ المرتين بعد 20. تمام؟ طب لما تدخل الامتحان تلاقي انت تستمتع المعلومه ايه؟ مصعوبه اللي هو ما ذاكرش غير مره ولا مرتين، لكن الثاني ده قاعد بيصور يعني نص فاضي يقول لك ان هي مش كذا. تمام؟ ليه بقى؟ لانه دايما بيعمل استدعاء للمعلومه، استدعاء للمعلومه، استدعاء للمعلومه قبل ما تركز. ها؟ كذلك احنا في التدريس يقول لك ايه؟ يقول لك اعد المعلومه فوق الصف. يعني ايه؟ حس الامتداد الشخص اللي قدامك بحيث ان المعلومه بتاعتك هو عنده حاجات كتيره وانت قاعد بقى انت ما تسمعش مليان حاجات. اليوم الواحد بس من الصبح لساعه ما صحيت وانت عمال ايه؟ تخزن الحاجات، فانا المعلومه اللي هديها لك هتوه جوه الحاجات دي، صح؟ فاقول لك بقى لو انت شاطر حطها في اول كرسي. مش في كلام كتير؟ حطها في اول بيش، في اول كرسي. بحيث ان هو لما يحب يستدعي يلاقي نفسه ايه؟ فاكر. لذلك دايما بقول لك ايه؟ تعليم تفاعلي، يعني ايه يكون هناك تفاعل ما بين الايه؟ طبعا نحن القدر الإمكاني مع العدد
الكبيره من الاطراف. فجه هو قال لك انا حفظت الناس الى وعلى فكره الراجل ده طبعا كان اهتم بالجانب النفسي فقط. يعني ايه اهتم بالجانب النفسي؟ يعني هل الاسباب ارتكاب الانسان الجريمه هي الاسباب النفسيه؟ وجه قسم جوانب النفس الى ثلاث اقسام. زي ما شرحنا لك ان اولادها هو ايه اللي يفهمك فكره جاي منين ورايح فين. انا في الذات اللي هي النفس، وفي الانا اللي هي العقل، وفي الانا الدنيا اللي هي من الاقليم. النفس او الذات احنا دايما بنفرح عارفين الناس دايما ايه اماره بايه؟ اماره بالسلوك. هو الراجل برضه قال لك هذا من الناس، قال لك الناس تسعى دائما الى ايه؟ الى اشباع الرغبات الشهوات بصرف النظر عن قيم المجتمع المحيطة دي أو القوانين والضوابط المحيطة بها. هي تسعى أساسا إلى إشباع هذه الرغبات أيا كان إيه؟ الثمن. عايز أتغني زي اللي عايز يتغني بيعمل إيه؟ يسرق، يكتشف، مش فارقة معاه. تمام؟ يجي العقل يقول له إيه بقى؟ اللي هو أنا، يقول له لا عايز تتغني ما تكتشفش، لان قيم المجتمع لا تسمح ولا تسرق، قيم المجتمع لا تسمح. لكن ايه؟ هي تسمح ايه؟ انك تشتغل شغل اداري، انك تسافر، انك تهاجر، انك تعمل مشروع. فتقوم يوجهك الى الطريق الايه؟ الصحيح. بس احيانا العقل يفشل في اداء هذه المهمه ولا لا؟ بينجح في بعض الاحيان بس ايه؟ يفشل في بعض الاحيان. فشل ده يؤدي الى ايه؟ الى ان النفس تتغلب على العقل فتعمل الشيء فترتكب الايه؟ الجريمه. فيجي دور الانا العلوي اللي هي دورها هي انها تراقب الانا في ادائها الدور. تقول لي العقل بقى ايه؟ انت ما عملتش ايه؟ طب هو كان عايز يتغني، انت ما منعتهوش ان هو يكتشف ايه؟ ما عرفوش ان هو يسرق ايه؟ تمام؟ فبتلوم على مين؟ بتلوم على الانا ان هي فشلت في ايه؟ في ادائها لمهمتها، في منع الوقوع الجريمة. كمان بيعتمد في التفسير الى ما يترصد في نفس الانسان يتراكم بعض هذه التراكمات تؤدي الى تكوين العقد لدى الانسان. وهو يتكلم على عقد عديده جدا كان عندهم سته انواع. احنا معانا نوعين بس اللي هي عقد الوليد وعقد الذنب. عقد الوليد وهو المشكله فيها طبعا كان بيقول ايه؟ قال لك ان الطفل يرتبط بأبيه، البنت ترتبط بأبيها عاطفيا، فتغار من امها لانها بتشاركها ايه؟ في هذا الحب. انت عارف انت زي ما ايه؟ ابن جيرانك بيحبك هو حاسس ان انت ايه يعني تابع بيانك. فلما يجي اخوه بقى تيجي تروح عندهم تبريك وهو يجي ياخدك ايه بالحب، فاخوه صغير طبعا عايز يجي هو كمان ايه؟ فتبص تلاقيه قال يقول لك ده كان ايه؟ الملكيته الخاصه ما تخليش فيه، ده خاص ليا انا. فما بالك عن الام والاب بقى؟
فالبنت تقابل ما لانها ايه تشاركها وتنافسها في حكم اكيدا. وهو قال لك انها ايه بترتبط بحكم اكيدا مش حب هبلي يعني. كذلك الولد يرتبط بامه عاطفيا فيقارب من ابيه، فاصبح الطفل وهو صغير كده عنده ايه صراع ما بين ايه حب وكره في نفس التوقيت. هذا الصراع يمكن ان ينتهي الى ايه الى انحراف في الفكر الولد او الفكر ايه وفي سلوكه. اذا لم نستطيع ان نحن نقاوم هذا الصراع يمكن ان يؤدي الى ايه الى نتيجه سلبيه، وهو ان الشخص اللي لما الطفل يرتكب سلوك غير طبيعي. العقدة الأخرى وهي عقدة إيه الذنب أو اللوم. طبعا في كتاب من هنا لما يحب الواحد يزعل حد يلوم مين على نفسه، وده شيء إيه كويس للنفس اللوامة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. تمام، فأنت فبتفرمها دايما كده عند الأذنان تقعد تلوم عليك، وأحيانا مش محتاج إن أنت تنام يعني، مجرد ان وقت ما ينتهي لا سيما لو الانسان اللي قدامك طبعا محترم وايه لم يرد لك السباب ولم يرد لك الشتائم، فتصل تلاقي نفسك ايه مكروه على نفسك. ده شيء صحي ولا غير صحي؟ شيء صحي، بس بقى لما يزداد قوي يبقى غير صحي. فاللي بيحصل بقى ايه؟ ان هو تفسير فرويد ليها يقول لك ان انا بكون غلط تحاول انها تقرب للناس او ازاي فتفشل، تيجي لك الانا العليا تنشط فتلوم الايه الانا، بس ربما بعد المشكله ما حصلت بعد الجريمه ما حصلت مش هتقدر تتفاداها خلاص ما حصل خطر، فتعمل ايه الانا تحس بالايه بالذنب، ومن شدة الضمير اللي هي الأنا العليا وشدة تأنيبها للأنا يوم الإنسان بقى إيه؟ عايز عشان يتخلص من هذا من عذاب الضمير ده يعمل إيه؟ يلتفت بين لينال العقاب ليتخلص من هذا إيه؟ يقول لك أنا خلاص عارف زي إيه؟ زي اللي بيروح يعترف يقول لك أنا خلاص أنا مش قادر أنا هروح أعترف على نفسي. إحنا هنعمل إيه؟ مش قادر. تأنيب الضمير يقول لك تأنيب الضمير ما مش قادر ما بينيمش، فاروح اعترف رغم ان انا عارف ان انا لما اعترف ايه هيوقع عليا العقوبه، هو بقى عايز ايه يوقع عليا العقوبه، فهو يرتكب الجريمه ويتعمد ان هو يسيب لك ايه اثر لارتكاب الجريمه عشان الشرطه تقبض عليه وعشان يعاقب ويحاكم وينال العقوبه، لانه عارف ان هو مش هيرتاح غير لما ينال العقوبه. ممكن بقى انت تفسيرها تفسير اخر زي بقى ما بتشوف الافلام يقول لك ازاي اعمل كده ويجيب دماغه كده ويتبسط كده، ان هو بيلوم على نفسه بس هو ما بيكتفيش انه يلوم على نفسه رمزيا، ده هو عارف مش هيرتاح غير لما ايه؟ يعاقب نفسه لانه عارف ان محدش هيعاقب. فبص التأنيب هو يرتكب الجريمة حتى يرد لنفسه يجرح نفسه او يجرح نفسه في الماء او في المشكلة او في غيره. ده بالنسبة لطرق وتفاصيل السلوك اللي ايه الاجرام. طبعا لو جيت تقدر قدر بقى انت كده لما اجي اقول لك ايه قيم هذه النظريه او قدر هذه النظريه تقول ايه اولا وبعدين ايه ثانيا، تقول اولا البدائل وبعدين ثانيا تقول المقدمات اولا. تمام، يبقى
هتلاقي من ايه؟ مش هتلاقي ولا طمانيه ما فيهاش ايد. ايه المزايا المزايا دي؟ مش محتاجه ولا زي ما قلنا للبروز وجهنا للراجل للشخص نفسه هو ده وجهنا والديتيل وجهنا شويه للعوامل الخارجيه ده وجهنا للجانب ايه؟ نفس الناس طبعا هو خلي بالك ان هو البروز في اخر عصره او في اخر حياته كان بيعتمد على الناس ولا لا؟ بيعتمد على الاحتياج. مش جاي على الجنود الصرعي وجاي على الجنود الممنوع. خلي بالك ده الدكتور يعتبر ايه؟ من الناحيتين امراض بيولوجيه. هو الجنود ده مش مرض؟ مرض وصيف عضو في الانسان. فهو كان بيقول لك ده ايه؟ ده مرض عضو داخل من الناحيه اللي هي البيولوجيه اللي ما هوش حاجه نفسيه. ده مش حاجه خالص اللي هو بيتكلم عليها دي. فهو لمح لبروز لمح لي لمح لي الجانب النفسي لمح لي بس لكن هو فرويد اكد على الجانب النفسي فجينا بقى الناس بتوع علماء النفس الاجتماعي اخذوا منه الجوانب الايجابيه كلها وعملوا لها ديفلوبمون طوروها وعملوا منها النظريات اللي عالجوا بيها دلوقتي واللي شغالين بيها دلوقتي واي طبيب نفسي يعني في الزياده بتاعته هتلاقيه غالبا عنده يا اما كتب فرويد يا اما صور فرويد اعترافا بدور الراجل. العيوب بقى العيوب ان هو جاب لنا نظريه ما نعرفش نقيمها ما نعرفش ايه ما نعرفش نستند بيها مش احنا قلنا علم الجرام هو علم بالمعنى الدقيق ليه؟ لأن هناك وسائل للدراسة اللي هي إيه؟ اللي هي الملاحظة والاستبيان ودراسة الحالة في مسألة الاجتماع الجديدة والاحتمالات الدينية والكلام ده. فأنا طب أنا إزاي بقى أقيس مدى صدق نظريته؟ انا عايز وسائل، ايه الوسائل؟ لا الاستبيان هينفع ولا الدراسات الاحصائيه هينفع ولا مثلا الاجتماع هينفع ولا الملاحظه ممكن ها شويه. لكن هو الحقيقه في حاجه بقى البحث اعتقد هو ما كانش موجود عندك البحث لانه قال لك البحث لا يقتصر لما حد بيتكلم عن البحث يقتصر على الناحية البيولوجية وهو قال لا هو لا يقتصر على الناحية البيولوجية هو فحص المجرم من الناحية البيولوجية أساسي ومن الناحية النفسية أيضا فأنت ممكن ده يدخل نوع من أنواع الإيه؟ الفحص دراسة نفسية ده يعتبر نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الإيه؟ الفحص بس طبعا هي نظرية يصعب الاستناد بيها ويصعب ان احنا نقول ايه انت ما جاش كامل وكمان قال لك بقى ايه ده مشكلتهم ان انت لما تيجي تنقيهم هيقول لك ايه انت مريض ما انت عشان عندك امراض نفسيه مش قادر تقتنع بايه بالنظريه بتاعتي ما انت عندك مشكله ايه نفسيه زي انت ما تيجي تصادر على المفتوح تيجي تقعد مثلا عند الشيخ فايه عايزين تتناقشوا في نقطه معينه ويقول لك لا اللي انت بتقوله ده حرام خلاص انت هتتكلم بعد كده ده راجل بيستطيع على المفهوم ده هو بيقول لك اللي انت بتقوله ده حرام يعني معناها ايه؟ ما تتكلمش ده مش ناقي ما انت جاي تعترض على مين؟ يبقى ايه؟ لا يقبل الرأي يبقى هو لما بيقول كده معناه هو بيقول ايه يعني؟ مفيش رد، ما تتكلمش، مش هسمعك، أصلا مش هقدر أقتنع بيك لأن أنت بتخالف إيه؟ قاعدة ما ينفعش إن إحنا نختلف عليها أو نقول رأي، تمام؟ فلما يجي واحد ينتقد من بيت كويس أو من صالح أو من سعد الناس يقول لك إيه؟ طبعا ده أنا مدرس كفاية يعني الناس مش صح، الناس ظلام وما كانش عارف صح، هو كان بيقول الكلام ده
بناء على ايه؟ يعني نوع من الايه منسوخين من النظرين، انا لما اختلف معاك هتقول لي من قوانين منسوخين. تمام؟ ده بالنسبه للنظريه الكويس. طبعا من الحاجات اللي هو اعطانا هو اعطانا وأعطل أيضا العوامل البيولوجية البحتة، مش العوامل النفسية اللي بيها، لكن العوامل البيولوجية البحتة هو لم يهتم بيها. كل نظرية التفكير مثلا كان بيقول لنا إيه؟ لازم فحص خارجي وفحص داخلي. فحص داخلي يعني يقول لك الحالة النفسية والحالة العضوية، أداء الأجهزة العضوية للإنسان زي الجهاز العصبي والجهاز التناسلي والجهاز العصبي، وأداء الغدد، هل هناك اضطرابات في الغدد ولا لا؟ هل كل ده ممكن يبقى له تأثير؟ فهو اهتم اهتماما كليا بالناحية النفسية، وده طبعا يحسب لنا الفترات المهمة التي فيها. بعد كده المدارس الاجتماعية كلها، المدارس الاشتراكية ومكتوبة إن لو
من غير ما ترجع الطالب اللي جاي 11 يترفع اوتوماتيك ل 12 عشان ما يجيش واحد. هو بقى اللي جاي 11 ده احيانا ما بيكونش حق يعني هو مرفوع من 10 ل 12 يبقى خدت درجه من 10 ل 12 وبعدين اترفعت بالقرار ده للمستوى درجه يبقى انت خدت ايه درجه. طب دي مين اللي جاي 12 ما خدش حاجه يبقى هو من باب العكس ان هو ايه انت ممكن تلاقي نفسك ايه جبت 17 وانت كنت منتظر مثلا 15 او 16 جبت 20 فجأتك كده قلت ده انا جبت 20 وانت كنت بتقول يعني كل ما اعتمدناه ان انا جبت 17 18 خلاص خدت درجتين او خدت درجه لان انت تستحقهم. فكنت بلاقي بقى ايه ان انت حضرتك وانت بتكتب تقدر تلاقي ما شاء الله تحس واحد تاني وتمام ومره واحده تحس زي قلق نجاوب على السؤال لاجابه سؤال تاني خالص دخلت او كان ماشي كويس في نفس السؤال ونقرا ازاي في الموضوع ودي ايه عامل الدنيا فوق ليه؟ لأن هو دماغه مشوشة مش عارف لأن يحطك في تشويش العناصر طب تخلي بالك أيا كان المقرر عليه بالذات السؤال والنظر ليه؟ العناصر هي اللي هتظبط معاك الجملة وبناء على إيه بقى هتختبر العناصر؟ على فهمك لقصة الراجل ده إيه أو قصة الموضوع وده بيعتمد على الفهم أكثر من فكرة الإيه؟ الحس الراجل بقى جوهر نظريته كلمة حجمين في الظاهرة في الظاهرة هيرجعنا تاني مين؟ لأفكار الظروف. إيه قال لك إن إيه الظاهرة النظامية حجمين؟ طب هو لو قال كده يبقى زيه زي الظروف، قال لك لا أنا مش زي الظروف. أنا الحجمية دي بشرط إن يكون هناك عوامل إيه؟ خارجية مهيئة تتلاقى نعم الظروف الداخلية والأسباب الداخلية والأسباب الداخلية ده بيؤدي إلى نسبة من هنا جاية الحتمية بيؤدي إلى نسبة حتمية من الإجراء إذا توافرت عدة عوامل وتدقق تؤدي إلى نتائج واحدة لا تتقلب أو تتجزأ لا يبقى في مشكلة حتمية مش الحتمية بتاعت الجزء ان هو الانسان بيولد ممكن وبناء عليه اذا ولد في بعض الصفات يبقى هو ايه ممكن لا نحن لا مش كده وكمان قال لي ان هو مدى استجابه الاشخاص للعوامل الخارجيه اللي تختلف من شخص الى اخر وشبهها بمثلا الفيروس تلاقي واحد مننا لو المكان مقفول عنده بس تمام وبس تلاقي احنا مثلا من 200 او 100 او 150 تلاقي فينا بس 5 6 بس الايه اللي اخذوا العدوى من هذا الشخص ليه؟ ليه مش الكل؟ لانه ايه؟ لان المقاومه عنده ضعيفه لان جسمه ايه؟ تقبل هذا الفيروس تمام؟ قال نفس الشيء بالنسبة لي تأثير العوامل الخارجية على الإنسان تأثيرها بيختلف من إنسان إلى آخر من ممكن إلى آخر وقسم أنواع الممكنين إلى أو عوامل الإجرام إلى عوامل خارجية وطبيعية والعوامل البيولوجية أو الداخلية تقسمها نفس التقسيمات السابقة بتاعت هي ممكن تكون يا إما عوامل نفسية يا إما عوامل عضوية يعني أمراض يعني ودي على فكرة
أكثر حاجة بيسمى الخارج من الغدة من خلال التحاليل والسكانر والإشعاعات والحاجات دي، تمام؟ وكذلك العوامل الشخصية اللي هي بتتعرض بالسجن لجنسه من المرأة وهي النجاة من الجدار السن البلوغ زي السن المراهقة زي السن الشفافة هناك دي عوامل شخصية بحتة بالإضافة للعوامل النفسية والعوامل التربوية دي كلها بترتبط بالأنثروبولوجيا أو العوامل اللي هي البيولوجية هناك العوامل الطبيعية اللي مفيش اتصال داخلي فيها اللي هي زي زي المناخ مثلا بتاع حاجه ما فيش دخل فيها صح؟ نوع التربه اللي انت عايش عليها صحراء مثلا ما بتنتجش حاجه او صحراء التروب يعني زي ما انت شايف كده لا مش حر ولا حاجه لا مش حسن كان اسمه حتمية الظاهرة بالضبط.
عمل بالرسالة بتاعته ايه؟ نظرية. عمل نظرية. طبعا احنا دلوقتي مصدرش في النظريات. بلاش خلال النظريات. او يعني بقى في الولايات كتير حاولوا بقى بالنسبة للمتقدمين مفيش نظريات كانوا ممكن نقطة فيها. بس شوف بقى الراجل عمل برسالة الدكتوراه بتاعته نظرية مدرس حتى ايه؟ حتى احنا ما بنلمسهاش لما ناخد منها بس الاصول لكن في ناس ايه بتدرسها وبتدرسها. دي فكرة ايه التشرع عن الكريم او فكرة الكسالة الإجرامية. وغير هو بقى في تعطل الانسان للعوامل الطبيعيه والعوامل الخارجيه قسمهم لي الى خمس انواع. بس خمس انواع قسمهم الى طائفتين. طائفه خلى فيها نوعين بس اللي هو الممكن بالقياد والممكن بالمجنون. ليه بقى؟ لانه قال لك هنا العوامل الداخليه يمكن ان تغلب على العوامل الايه؟ الطبيعيه والعوامل الخارجيه. المؤمن بالبلاد والمؤمن بالايه؟ المجنون. الثلاث انواع الثانيه قال المؤمن المعتاد والمؤمن بالصدفه والمؤمن الايه؟ العاطفي. قال له ثلاث انواع بالذات المؤمن المعتاد يمكن ان يكون تفسير العوامل الخارجية أكثر أو يساوي أو يساوي العوامل الداخلية. لذلك ده ممكن خطير، ده ممكن إيه؟ خطير جدا. يجب على المجتمع إن هو يستبعده، إن هو يتجنبه، يتجنبه مش بنظرية إن هو يتجنبه يعني يلزمه، لا، يتجنبه ممكن تحبسه، تسجنه، يتم إيداعه في تصدره إذا كان ممكنا. بعدين ممكن بالصدفة وده شخص بقى العوامل الخارجية تحتها إيه؟ أقوى جدا من العوامل الداخلية. كان عطينا أمثلة قبل كده لما أنت تكون راجل تحترم شرط البرود جدا. راجل محترم ومنتج. وبعدين جاي يستعجل وتلاقي إيه؟ عسكري البرود مش موجود. وما فيش أي سيارات جاية في الاتجاه الأخر. فدي انت ايه؟ حلقة الإشارة صح؟ دي جريمة بس ايه؟ العوامل الخارجية فيها ايه؟ كبيرة جدا. العوامل الداخلية دورها ضعيف. كذلك انا برضه الشخص اللي جاي محفظ او انت راجل مدخن، انت راجل ايه؟ مدخن وسهران بقى ايه؟ وخلصنا بقى عايز نفس الوقت محتاج ان انت تستلم تجاره يعني فتعمل ايه؟ تخلص صاحب التجاره الشخص اللي هو يتم سايب السجاير بتاعته ايه؟ بشكل من الظاهر ربنا قريب دي وجاي تحت انا تقول له ممكن تقول لها فانت انت سرقت صح؟ انت سرقت بس ايه؟ دي سرقة للعوامل الخارجية فيها يبقى الاستخدام الداخلي عندك ايه؟ ضعيف بسيط ضعيف. وهناك المؤمن الايه؟ المؤمن العاطفي. طبعا انت غلط مش محتاج تسرقها دي لان مش حاطط السجاير هناك بص حاجة يعني تنزل ما تشيلش قد السجاير بجد يعني تخلص بدون مبالغه يعني انت لو هتتمشى شويه ممكن تاكل السجاير تخلصها تكون انت ماشي مشيت المدينه دي كام سنه فين؟ السجاره لو سمحت هو شايف العلبه هتعمل ايه؟ هتبص العلبه وتقول له اتفضل انت ايه ما على ما توصل اصحابنا المصريين كان في برضه ناس محتاجين يعني ما كانوش بيتكلموا بس كانوا برضه ولا
كمثال هو دخلش يعني دخل ايه كده ايه كده يعني مش ملاحظ ما هوش ملاحظ انا عارف ف بس ايه مش استجداد بقى يعني عندهم حياه ان هو يشحن في الوقت فصادفنا ده محتاج يعني يقول لا هم مش يمسك المضمون يخليك اللي مش مضمون يخليك فانت طبعا ايه بيحصل بقى كتير جدا انت لما تلاقي حتى انت لو شوف من تطبيق تطبيق حتى انت ممكن تشوف ممكن تتحرك من لا العوامل الخارجيه العامل الخارجي اقوى جدا من العامل ايه؟ من العامل الداخلي وده يقول لك بقى تتعامل معاه ايه بطريقه طريقه فيه يعني ما تعرفش تدينه ما تعرفش تحبسه ما تعرفش تستخدم تركيز يعني لو تقدر تستخدم حاجه كده النوع الأخير اللي هو المجرم العاطفي، المجرم العاطفي بيرتاح للسجن نتيجة لعاطفة معينة، يا إما خلي بالك مش دايما شدة حب، ممكن تكون إيه؟ شدة قرب، تمام؟ بس هي دايما جريمة إيه؟ جريمة عاطفية، هتدافع فيها إيه؟ عاطفي. فاكرين لما كنا بنتكلم عن القصد اللي جاب الرحمة أو الشفقة؟ ما هو ده دي عاطفة مش عاطفة؟ هي اللي تفهمت هي عاطفة تمام؟ وده طبعا كان يحاربي هذا النوع من المجرمين فيري وكان يطالب المجتمع ان هو يتعامل معاه ايه؟ بالتسامح وخلي بالك افكار الناس دي لم تنتشر لسه ما زال اثرها موجود في قوانين العقوبات نفسها مش مجرد فلسفه مش بنتكلم نظريات وخيال دبلوماسي واصحابها نادي لذلك نلاقي هناك ما يسمى ب لاكريم ناسيونال الجريمه ايه؟ الجريمه العاطفيه يقول لك الجريمه ايه؟ توصيف لها توصيف لقانون العقوبات الفرنسي ان دي الجريمه ايه؟ جريمه لها اسباب عاطفيه رغم ان القانون الفرنسي شكل شكل القانون المصري لا يعتد بايه؟ بالجواز بس الجريمه العاطفيه لها ايه؟ لها خصوصيه تمام؟ ان شاء الله نستخدم الاسبوع الجاي ما هناك لا فلوس كبار ما هناك